إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصيف مغانم ومغارم، بدأ فصل الصيف. فصل الصيف فرصة للارتقاء وفرصة لكسب الحسنات وفرصة لحل المشكلات وفرصة لإنجاز الكثير من الأعمال الصالحات، فهي مغانم. والصيف أيضاً يحمل همومًا، يحمل مشكلات، يحمل فتناً، وهناك من يستثمر فرصة الصيف في اجتراح الآثام والذنوب والمعاصي، هناك من يستثمر فرصة العطلة في ارتكاب الموبقات، في إلحاق ألوان من الأذى بالناس. نسأل الله لهم ولنا الهداية. ولكن في الوقت نفسه، الصيف تجتمع فيه الأسر، يعود الكثير من المغتربين إلى أهليهم إلى أرض الوطن، فهؤلاء يستثمرون الصيف في تحقيق الكثير من المغانم، في الإكثار من الصالحات. وربنا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويستثمرون الصيف في صلة الرحم التي تقطعت كثيرا في حياتنا. هناك من يستثمر هذه الفرصة من أجل المحافظة على الأرحام، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش، ويقول: ليس الواصل بالمكافي. إذن أمرنا بصلة الأرحام، فيجب علينا أن نستثمر هذا الصيف في الأعمال الصالحات وفي صلة الأرحام وفي تلاوة القرآن، والمدارس القرآنية مفتوحة والمساجد مفتوحة والبيوت مفتوحة، فرصة ذهبية لحفظ ما تيسر من القرآن، لتدبره، لتدبر معانيه وأسراره. فالحياة فرصة قد تضيع منا بلا أعمال صالحات، والموت حق ولكل أجل كتاب، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلنستثمر إذن أوقاتنا، لأن أوقاتنا هي أعمارنا وأعمارنا هي أوقاتنا. كلما تعاقب الليل والنهار علينا كلما اقتربنا من نهايتنا،
كلما اقتربنا من مصيرنا. وهناك من ينتشر منا في هذه الأرض فسحة سياحة نظيفة، كل ذلك جائز ومشروع، ولكن لا بد من المحافظة على الأعراض، أعراض الناس، والمحافظة على البيئة، محافظة على هذا المحيط الذي فيه نحيا، فلا نلوث لا الأرض ولا الغابة ولا الجبل ولا البحر. أمرنا بالإصلاح ونهينا عن الفساد. قال ربنا في سورة القصص الآية 77: ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فإذا حافظنا على أوقاتنا التي ستزول، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. نسأل الله أن نكون ممن يحسن استثمار الصيف، فيكون صيفنا مغانم لا مغارم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في آي القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اسطرنا فوق الأرض، واسطرنا تحت الأرض، واسطرنا يوم العرض، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا يرحمكم الله، استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.